وينضم إلينا هاتفيا السيد خالد عكاش العميد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. سيادة العميد، يعني الدولة استطاعت طبعا بتضحية أبنائها وحرفية أجهزتها المعنية في مجابهة مخاطر الإرهاب الداخلية والخارجية خلال السنوات الأخيرة. برأيك كيف يمكن توحيد الجهود داخليا وخارجيا لدحر الإرهاب وتكثيف منابعه؟ يعني بداية من أتقدم بخالص التعازي للشعب المصري جميعا والأسر الشهداء بشكل خاص، وبنحيي القوات المسلحة وأبنائها المخلصين اللي واقفين الحقيقة على خطوط المواجهة الأولى من أجل الحفاظ والدفاع عن الأمن المصري والأمن القومي العربي بشكل ناجح. وهذا هو الحصاد الذي تشيرين إليه حضرتك، وهو انتصار حقيقي على الإرهاب واقتلاع جذوره استطاعت القوات المسلحة إنجازه خلال السنوات الماضية. ربما اليوم محاولة يائسة من هذه المجموعات الإرهابية من أجل استهداف الممتلكات والمنشآت التي تقدم الخدمات لأبناء شمال سيناء ولمدنها وقراها المختلفة. أعتقد بأن نوع من أنواع العمليات الانتقامية، خاصة بعد استعادة الدولة المصرية للاستقرار خلال الفترة الماضية، وأيضا عملية انتقام من جموع المصريين الذين يصطفون حول القوات المسلحة وحول أجهزة الأمن في هذه الحرب المقدسة ضد الإرهاب، خاصة مع الاحتفالات السابقة الخاصة بالعودة مرة أخرى إلى قراهم، المدن الجديدة التي تم إنشائها في شمال سيناء للمتضررين من تهديدات الإرهاب والنشاط الإرهابي خلال الأعوام الماضية. أعتقد الدولة المصرية ومؤسساتها وأجهزتها بتشتغل النهاردة على أكثر من محور، محور أمني وعسكري في المواجهة وعلى الخطوط الأولى، لكن هناك محور تنموي ومحور تعمير أظن هو الذي كان مستهدفا اليوم تعطيله، لكن ببسالة جنود وضباط القوات المسلحة تمكنوا من إجهاض هذه العملية. يعني ما تذكره سيادة العميد أن ما تقوم به الدولة من تنمية في سيناء هو أيضا يمكن أن يستهدف من قبل هذه الجماعات الإرهابية في كل مرة. يعني بسالة وصمود قواتنا المسلحة تستمر في مواجهة هذه العمليات ويستمر الاصطفاف الوطني، هنا ما تحتاج الدولة من جهود على المستوى الخارجي لدحر الإرهاب؟ على المستوى الخارجي الحقيقة لازلنا مهددين بالنشاط الإرهابي طالما أن الإرهاب لم يتم القضاء عليه في منطقتنا. كل دول الجوار من دون استثناء للأسف الشديد ليست الحالة الأمنية في أفضل أحوالها، لازالت التنظيمات الإرهابية كامنة وتتمدد في دول الجوار، وهذا ينعكس على الداخل المصري ما فيش شك في ده، ويجعل شراكتنا مع أشقائنا ومع جيراننا من الدول العربية في الحرب الدولية على الإرهاب وتكثيف منابعه يسير بشكل مكثف. مصر بتبذل جهد كبير جدا في هذا المضمار، واستطاعت بالفعل أنها تحقق نجاحات ليست بالقليلة، لكن لازال التهديد موجود في منطقتنا ولازلنا معرضين لمثل هذه العمليات هنا أو هناك طالما أن الأمر لم يتم اقتلاعه من منطقتنا ومنطقة الشرق الأوسط، وأن هناك أطراف لازالت تراهن بأن النشاط الإرهابي قادر على زعزعة استقرار الدول وهدم مؤسساتها من الداخل، وهذا ما تقف له الدولة المصرية والأجهزة المصرية والقوات المسلحة المصرية بالمرصاد وبإرادة لا تنكسر، ومزيد من تحقيق الانتصارات في هذا المجال تنتظر الشعب المصري وينتظر أيضا جموع الشعوب العربية جميعا. نعم، أشكرك جزيلا العميد خالد عكاشة مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية.